انا خصني نحرق ما خصنيش نبقى في هاد البلاد فهمت، خصني نحرق علاش ما كنخدموا ما كنردموا فهمت، خصنا نحرقوا دابا كنستناو فانتو فهمت، كنستناو فانتو نحرقوا ما بقاوش في هاد البلاد، ما قراش ما قراناش تجيو دينا من هاد البلاد، بقاو حنايا هنايا ما كنخدموا ما كنردموا، اي كنبيعوا ونشريوا تابعنا الحال تابعنا كلشي، اش عاد ما انا ما نعادلو في هاد البلاد، نمشيو اوروبا نحرقوا. انا واحد الشاب مارتين واسمي محمد وكنهضر على هاد الموجه ديال الحريق، يعني الشباب ديالنا ما عندهمش فين يخدموا، شدوا لنا المعامل كم تما كنخرجوا هيدا باش نبيعوا ونشريوا هيدا، ما كنجبروش بزاف ديال الحوايج فهمت، كيجي عندنا المقدم كيجيو عندنا بزاف ديال الحاجات كيمنعونا من هادشي هذا، ما جبرناش فين نمشيو فهمت، كانوا عندنا كيحاربونا كما قال الاخ محمد، وكانوا عندنا بزاف ديال المعامل في المنطقه كيتما كيعرفوهم بزاف ديال الاخوان ديالنا فهمت، ملي كيتما المعامل ديالنا ما بقاوش كيتما خدامي فهمت، يعني كيتما رجعوا كيطلبوا النساء بزاف وكذا، يعني كيرجعوا كيخدموا النساء وما بقاوش خدامين بحال اللي كانوا فهمت. اللهم بنادم يطلع فحال الاوروبا يعمل المستقبل ديالو ويعمل مستقبل الوالدين ديالو ويصيفطهم للحاج وبزاف ديال الحاجات، اما الا بقيتي هنايا الله اخوه ديالي كنخدموا غير على بليه بالرب فهمتي، فانطوم كيديو باطل باطلهم فهمت، بالفلوس باطل كل شيء، شي واحد عنده فلوس هدايا هو اللي كيعمل هذا الشيء هذا فهمتي كيفاش، هذا الشيء هذا مهم بزاف الجمعيات اللي ما يضيعوش ما يضيعوش الناس وكتبقى فيهم الحال فهمتي كيفاش اخواتي. شوف النصيحه، شوف جميع المغاربه ياك غير يطلعوا للشمال يحرقوا الحرقه باطل غير اجي كيعبي وغير بحال اسمه بحال السرد غير عبي، يعني نصيحه لكل مغربي ياك يجي يطلع للشمال يحرق.